السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم تشاهدون قناة تالي نيو، دروس تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين، معي أنا نقرش فاتح. درس اليوم هو درس تمهيدي لدروس القواعد، سنذكر فيه كافة الدروس التي سنتطرق إليها، وكذلك سنذكر الحروف وطريقة نطقها وكذا أنواعها في هذا الدرس، على أن نتطرق لباقي الدروس في حلقات قادمة بإذن الله. كما يمكنك مشاهدة سلسلة الجمل والكلمات بالضغط على الزر أعلى. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وكذلك ضغط زر الإعجاب. نواصل بعد الفاصل. سنذكر البرنامج كاملا. English Alphabetic، الأبجدية الإنجليزية. Parts of Speech، أقسام الكلام. Sentences، أنواع الجمل. Verb to be، الفعل يكون. Verb to do، الفعل يعمل. Verb to have، الفعل يملك. Nouns، الأسماء. Countable nouns، الأسماء المعدودة. Spelling rules for plural، قواعد إملاء الجمع. Uncountable nouns، الأسماء غير المعدودة. Definite and indefinite articles، أدوات التعريف والنكرة. Pronouns، الضمائر. Object pronouns، ضمائر المفعول به. Reflexive pronouns، الضمائر الانعكاسية. Relative pronouns، ضمائر الوصل. Making questions، تكوين الأسئلة. استعمالات how، some بعض. Any أي. Making negative، تكوين النفي. Tenses، الأزمنة. Present simple tense، المضارع البسيط. Past simple tense، الماضي البسيط. Future simple tense، المستقبل البسيط. Present continuous tense، المضارع المستمر. Past continuous tense، الماضي المستمر. Future continuous tense، المستقبل المستمر. Present perfect tense، المضارع التام. Past perfect tense، الماضي التام. Future perfect tense، المستقبل التام. Present perfect continuous، المضارع التام المستمر. Imperatives، صيغة الأمر. Modals، الأفعال الناقصة. Comparing adjectives، مقارنة الصفات. Adverbs، الظروف والأحوال. Active and passive، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. Transitive and intransitive verbs، الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية. Prepositions، حروف الجر. Questions tags، الأسئلة المذيلة. Conditional if، لو الشرطية. Reported speech، الكلام المنقول. Countries and nationalities، البلدان والجنسيات. سنبدأ أولا بالأبجدية الإنجليزية، English Alphabetic. تتكون الأبجدية الإنجليزية من 26 حرف. 21 حرف هم حروف ساكنة، وخمس أحرف حروف متحركة. هناك حروف كبيرة وتسمى capital letters، وحروف صغيرة تسمى small letters. أما الحروف الساكنة فتسمى consonant letters، أما الحروف المتحركة فتسمى vowel letters. طريقة نطق الحروف الإنجليزية: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هذه طريقة نطق الحروف باللغة الإنجليزية. consonant أو الحروف الساكنة هي B C
دي اف جي اتش جي كي ال ام ان بي كيو ار اس تي في دبليو اكس واي زي. أما الحروف المتحركة vowels letters هي A E I O U. كان هذا كل شيء لدرس اليوم. في الدرس المقبل إن شاء الله سنتطرق إلى أقسام الكلام parts of speech. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس وضغط زر الإعجاب. كما ننصحك بمشاهدة السلسلة السابقة التي كانت حول الكلمات والجمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.